السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بفيديو كل الحاجات المنورة والملعلات الرمضان. كل سنة وانتوا طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بصوا بقى، جايبه لكم النهاردة أسعار جملة الجملة، حاجات حديثة جدا، كل الجديد عندهم بسم الله ما شاء الله، كل الحاجات اللي ممكن تنور موجودة. ده غير بقى الفوانيس العادية وبوجي وطمطم وفوانيس آيكيا، الحاجات القمر دي، كل حاجة حلوة بتحبوها في رمضان وبهجة رمضان، ودي حصري بقى قمر خالص. صورنا النهاردة من محلات خليج، زي ما انتوا شايفين التوريدات الكهربائية جملة وقطع يا جماعة. احنا موجودين في اسكندرية، الشارع اللي احنا فيه ده الشارع اللي في وش الرعاية اللي في وينجت. الناس اللي ساكنة في فليمنج او ممكن من الوزارة تيجي، هتلاقي الرعاية الشارع على طول اللي في وشها، في وش الرعاية على طول. هتفضلي ماشية هتعدي اول تقاطع وبعد تاني تقاطع هقول لكم على اسم الشارع ابن السراج. في وشه كمان هتلاقوا جلاليت احمد حسن، وفي كمان جنبه جيلاتي الاسكندراني. سهله قوي، هتيجي هتنزلي عند الرعايه الشارع اللي في وش الرعايه، تاخديه طوالي لفوشها على طول. عليكم ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ آه طبعا، انتوا المكان اصلا مخصص للتوليدات الكهربائيه، يعني انتوا اصلا بتبيعوا الحاجات الكهربائيه، بس الجو الحلو ده بيتعمل يعني على رمضان وكده. كل سنه وحضرتك طيب. ايه بقى النهارده اللي هتقدموا لنا من اسعار وحاجات حلوه؟ نبتدي بايه؟ بالفروع مثلا. نبتدي بالفروع. في عندك الفرع ده، ايوه، اشكال منه كتير، ده ما شاء الله عامل 5 جنيه. 5 جنيه بدانا ب 5 جنيه يا بنات. 5 جنيه تمام. عندنا كمان الفرع دوت 5 متر، ده الواحد ب 10 جنيه والاثنين ب 15. حلو قوي ده، في بوجي وطمطم بقى كل واشكال واسلامي واشكال ياما، يعني اشكال حلوه قوي وضيستي وسوبر هنيدي كمان. حاجات حلوه قوي. الكراي الصغيره ديت الاشكال بقى على الفنانيس وبتاع ب 7 جنيه ونص. جنيه ونص؟ 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص؟ حلوه قوي. انا شفت الكوسترات كمان، قالوا لي على الكوسترات دي. دي فيها 6 قطع اشكال مختلفه كلها، الباكت على بعضه عامل 6 جنيه. 6 جنيه بس، دي كرتون مش كده؟ مظبوط. تمام. عندنا الدلايات ديت كلها العليقه ديت. بصوا بقى متعلق منها فين؟ متعلق فين بقى؟ علقات دي، الدلايات دي اشكال بقى منها كتير، نازل منها الفوانيس وبوجي وطمطم. حلوه قوي. 12 ونص، دي 12 ونص بس، دي الكبيره. بصوا طويله ازاي، حلوه قوي. عندنا الطبله دي، طبله المسحراتي، 12 ونص بالعصايه. 12 ونص بالمسحرات بالعصايه. تمام، حلوه قوي. في مبخره برده المقاس الكبير ديت، دي عامله 35 جنيه. 35 جنيه تمام، مش كده وبس، مش هنسكت النهارده. خداديات بقى، دي الخداديات ديت، دي كلها بسوسته من ورا. من الضهر. دي ستان. حلوه قوي، اشكالها ايه بقى؟ في اشكال ياما بقى، عندك كده فوانيس وبجي وطمطم. الله، حلو قوي ده، كلها اشكال بقى كده. ودي بكام دي؟ دي الواحده ب 12 ونص. 12 ونص تمام. ب 12 ونص. حلو جدا. عندك البوستر ده. ده الكبير ده، بيلزق ده؟ لا ده من غير دبل فيس، في منه بدبل فيس، ده وشه وظهر. بيتعلق يعني ولا بيتعمل ايه؟ ده بيتعلق. حلو قوي. ممكن تحطي له حاجه وتلزقيه. وبكام ده؟ ب 12 ونص. ب 12 ونص تمام. وعندك في فروع وجمالها، ايه يا جماعه ده؟ ورينا كده من اول واحد لاخر واحد. بصي، عندنا فرع الورد ده عامل 30 جنيه. حلو قوي. فرع ده عامل 25 جنيه. ما شاء الله. فرع ده عامل 35 جنيه. الله ينور. فرع ده عامل 30 جنيه. ده 30، ده كم متر ده؟ 3 متر ونص. تمام. فروع المعدن بقى، المعدن المستورده 55 جنيه. 55 جنيه. عند ده 55 جنيه. عندك الفروع البلازمات الجديده ده 30 ده اسمه جنيه. بلازما ده الجديده. ده الجديد عامل 30 جنيه. حلو قوي. عندنا الفروع البلاستيك بديل المعدن عامل 28 جنيه. زي الفل. واللمبه دي، اللمبه الديسكو، عندنا حاجه ب 27 ونص وعندنا حاجه ب 30 جنيه. الله ينور. بصوا بقى الفروع، افرحوا بقى معانا في فرحه رمضان. في الكريستال ديت عامله 22 ونص. جميله جدا. فرع الفوانيس دوت ب 30 جنيه. فرع الكوكتيل المعدن ده برضه، بس ده كوكتيل عامل 55 جنيه. حلو قوي. ده الفرع ال 10 متر، اللمبه الجديده ال 9 فولت مش القديم. ده الفرع الجديد، ده بيبقى 10 متر 2 فيشه، سعره 45 جنيه. وعندنا برضو ده فرع المعدن، ده معدن مش بلاستيك، عامل 55 جنيه. وعندنا سواء ده كوكتيل او الورم متحرك بمكنة، عامل 35 جنيه. وده بقى الفرع الثابت ده اللي عندي، المغربي اللي هو مستورد مش شعبي، ده عامل 25 جنيه. 25 جنيه. عايز اقول لهم حاجه برضو، ان يا محمد انت هنا عندك الحاجات بتاعت الكهرباء دي اللي هي بتعمل في يعني قول لهم برضو، عرفهم الفيشة هي يا جماعه، المشتركات عشان وفيشه اللي كانت اختك قايله لي عليها، المواصلات وفي كل حاجه، يعني اللي عايز يجي هنا ما يقلقش من حاجه. عاملين برضو عروض على اللمبه ال9 وات، 10 لمبات،
9 واط اضاءه لوكس مش شعبي. تمام. ال 10 لمبات ب 75 جنيه. حلوه قوي. النهارده في عروض قويه جدا. 9 واط زي الفل. 75 جنيه. الله ينورهم جمله. حلوه قوي. والله بثمنهم جمله. تمام. وعندنا البلوره الصغيره دي برضو عامله 120 جنيه. 120 جنيه. جميلة. تمام. دي جميلة. بتغني وترقص وكده وتعمل بتعمل كل حاجه. اوكي عندنا كلمه رمضان كريم. ورينا الحاجات الحلوه. دي بتنور طبعا يا بنات بس عدل لنا محمد الصبح. هي موجوده؟ متعلقه في الاستاند ده. ايه رمضان دي بكام؟ دي رمضان كريم. 75 جنيه. والنجوم بقى والحاجات دي. النجمه عامله 100 جنيه. تمام. والهلال عامله 120 جنيه. ايوه. والفانوس الصغير دوت اهل رمضان عامل 45 جنيه. وده؟ وديت عامله 45 جنيه. 45 جنيه والكبير ده. جميل. الكبير ده عامل 120 جنيه. انا شايفه كمان هلال نازل كده. دي ستاره دي ولا ايه؟ في من ديت اهي. طب استنوا كده اوريها لكم. طبعا اللي هي الهلال والنجمه. دي موجود منها بالريموت. حلوه قوي. عامله 200 جنيه. وموجود 200 جنيه. منها المستورده اللي من غير ريموت بس اضاءه عاديه عامله 160 جنيه. 160 جنيه تمام. احنا مش هنسكت على كده لسه في حاجات كتيرة جدا هنا عند محل الخليل. الرول ده. ايوه. ده كم متر ده؟ ده 5 متر. تمام. كام بقى ده؟ 48. في خيامية وفي اشكال بقى. في اشكال. ده الرول 5 متر مش زي 3 الفل. متر. عامل 48 جنيه. طبعا يا جماعة في شحن لأي مكان صح كده استاذ محمد؟ وفي جملة وقطاعي والناس الاونلاين يجوا يشرفونا كل ده متوفر. يلا ابدأوا بقى هاتوا شغل رمضان يلا. التاني بقى اللي موجود في ستيكر ثلاجات. ده بيتلزق ده كده. ده بيتلزق على الثلاجه. تمام. معاك ست شخصيات. ده سعر الباكت الكيس كده على بعضه ب 3 جنيه. 3 جنيه. ب 3 جنيه. حلو قوي. وعندنا دوت برده مقاس كبير حوالي 50 سنتي نص متر. ده بدبل فيس من الظهر عامل 10 جنيه. 10 جنيه. من اشكال يعني. تمام. في عندنا الخرطوم الليد اللي بيتلزق بالريموت بيعمل كل الالوان معاكي ده عامل 100 جنيه. حلو قوي. في عندنا دوت النازل جديد ده بيتحط ورا التي في بيدي مع الاغاني او مع الكلام دوت بيقلب انوار لوحده. والله يعمل جو يعني. 90 جنيه بالظبط. حلو قوي. تمام. الله ينور. وده كمان دوت فوم مقاس الكبير ده عامل 25 جنيه. في بقى فوانيس ولا فنانيس. في منه اشكال ياما. ايوه. ب 25 جنيه. مظبوط. انا شايفه عندك برضو الفوانيس التقليديه الحلوه بتاعتنا دي. ده عامل 100 جنيه. 100 جنيه. الله ينور. ايه الجمال ده بس. الحاجات دي ده زي شمع كده صح كده؟ دي شمع معدن مستورده الاضاءه بتاعتها ورد. متاح منها هلال ومتاح منها فانوس ومتاح منها نجمه. الله جميله قوي. دي القطعة بكام؟ اشكال. دي القطعة ب 17.5. 17.5؟ مظبوط. الفوانيس الحديثة. كلها بتقول اهلا رمضان. عندنا ديت سعرها 75 جنيه. 75 و 85 جنيه. يونيكورن ده. 85 جنيه. وعندنا دوت عامل 90 جنيه. الله ينور. تمام. وفي حاجات للبنات ده الصبياني. لا في بقى الاشكال كلها يعني اغلى حاجة عندنا عاملة 150 جنيه. تمام. بقى دي كمان اشكال البنات يعني في بناتي وفي ولادي في ميني اهي وفي ماشا وفي الاميرات يعني موجوده عندنا الاسعار الحلوه دي. هو في دفع بالفيزا يا استاذ محمد؟ موجود دفع. موجود دفع بالفيزا يا جماعه عشان لو حد ان شاء الله عايز يدفع بالفيزا. وادي دي بقيه الاشكال المعدن 17.5 بس. الله ينور. بس الكبير ده لو حد عايز يعلقه في البلكونه. ده عامل 125 جنيه. 125 كبير. حلو قوي ما شاء الله. 80 سنتي. هو في منه كذا مقاس. في كمان ده الوسط. وده الوسط ده عامل 85 جنيه. 85 جنيه ما شاء الله. الفوانيس. الفوانيس بقى عندنا حاجه كده. أيوة. ده رباعي. بيغني اغاني اهو حكيم. الله حلو قوي. ده ارتفاعه بتاع حاجه و 38 سنتي 40 سنتي في الرينج ده. ده عامل 42 جنيه. 42 جنيه. وعندنا السداسي ده اهو. برده نفس الكلام بيقول حاجات اغاني رمضان. بس هو عشان كيسه. اهو اغاني حكيم. ده سداسي. ده عامل 50 جنيه. 50 جنيه. تمام. حلو قوي ما شاء الله. وعندنا الخيالي الاكبر. اهو. في المقاس الكبير دوت. في المقاس الكبير دوت. ايوه. اهو اغاني رمضان برضو حكيم وكده. ده عامل 55 جنيه. 55 جنيه. 55 حلو قوي طبعا الحجم الجميل ده. الله ينور. وعندنا بتاعت دي بتاعت المناديل عمو فؤاد بكام؟ دي لا دي الحجم الكبير. دي 22.5. 22.5 جايبه لكم اسعار جمله. الحقوا بقى. واو. ب 65 جنيه بالشمعة. ده المستورد. 65 جنيه؟ بالشمعة. حلو قوي. في منه بالشمعة. الوان طبعا. متاح كل الالوان. بصوا يا بنات في الاشكال ده. المستورد. تمام. هنعمل لك. الشكل ده كمان
جوه منه جوه منه الشمع المعدن مش العاديه، المعدن على بعضه كده عامل 125 جنيه. بنات الفوانيس الجديده دي بوجي وطمطم حباب الملايين. ودي كام بقى ده؟ سعر القطعه 145 جنيه. 145 بوجي وطمطم بس؟ بوجي وطمطم بس. تمام. على فكره عندهم اشكال تحفه والله ما صورتهاش قبل كده، جميله. وايه تاني يا استاذ محمد بقى؟ دي بقى ايه، علقات دي ولا ايه؟ ده ستيكر بالظهر، ده بالفيس من الظهر. حلو قوي. فوانيس ارتفاعه مثلا بتاع 30 سنتي. ده الواحد عامل 5 جنيه. 5 جنيه. بالفيس جاهز من الظهر. زي الفل. تمام. اشكال بقى هي كتيره. كتيره اهي. طمطم. ما شاء الله. حاجات حلوه قوي. وفنانيس وكل الاشكال موجوده بكميات يعني. والعلقات بقى الدلايات. العلقات ديت دي في 3 مقاسات. دي كرتون دي؟ كرتون. وفرنشا. ديت في 3 مقاسات، اسعارنا من اول 15 20 25 20 15 20 25 تمام. ده من الحاجات الجديده. ده فانوس ولا سهرايه ولا ايه؟ ده بيتحط في الفيشه كده بزرار. بصوا. تمام. او زي ده كده معاكي. ايوه، او زي ده بالظبط كده بيتحط زي سهرايه في. ايوه، منه كل الالوان. ده عامل 25 جنيه. 25 جنيه بالتركيبه بتاعته دي كامله. هي دي اصلا. أيوة. النهارده الواحده ب 20 جنيه. ايوه فعلا، يعني كده تحفه. زي الفل. الله ينور. في دبل فيس عندك كمان موجود. ده سعره الواحد 15 جنيه ده الدبل فيس. مظبوط. والحاجات دي بقى ايه؟ دي مفكات، فيش محمله لحد عنده سخانات، عنده الحجاره عشان الالعاب، الكهرباء كلها. وفي عندنا ميداليه الرابر برضو. دي بكام الرابر دي؟ ب 15 جنيه الواحده. الواحده ب 15 جنيه. وفي عندهم على فكره مسدسات الشمع، في مسدس كل شمع. حاجه موجوده. الله ينور. تمام. سيجارات. شاكرين جدا على اللقاء المبهج ده. واسعارك حلوه قوي على فكره. ربنا يخليك يا رب. المواعيد بقى يا استاذ محمد؟ احنا بنفتح من 11 الصبح لحد الساعه 12 بالليل. كل يوم؟ كل يوم، مفيش اجازات. تمام. متشكرين جدا. على ايه؟ تحت امرك. الله يخليك.